أنا أحب قصص مغامرات البحار. هيا نذهب إلى المكان المخصص للقصص. هيا بنا. هذه خريطة المكتبة. دعينا نتعرف على المكان المخصص للقصص. القصص في الطابق الثاني. سنستخدم المصعد. هيا بنا. على زر 2 حتى نصل إلى الطابق الثاني. هذا الرف من 1 إلى 200 يحتوي على الكتب المصورة. وهذا الرف من 201 إلى 400 يحتوي على قصص الحيوانات. لا أظن أنه يحتوي على قصص مغامرات بحرية. وهذا الرف من 401 إلى 600 يحتوي قصصا تاريخية. لنرى التالي. وهذا الرف من 601 إلى 850 يحتوي على قصص شعبية. هذه المجموعة لا تحتوي على قصص المغامرات التي أحبها. بقي لدينا هذا الرف. هذا الرف عليه الكتب من 851 إلى 1000 يحتوي قصص مغامرات بحرية. أخيراً وجدت مجموعة القصص التي تبحث عنها. هذه هي المغامرة. التزم الهدوء، نحن في المكتبة. سأعود لأختار كتابة مصورة. وأنا سأختار قصة ممتعة من مغامرات البحار سندباد. هذه القصص من 920 إلى 945 خاصة بمغامرات البحار سندباد. سأأخذ قصة. لقد وجدت كتابة صور عن السفن. ساعة المركب من 2 إلى 3 أشخاص. وكان البحر هائجا. اسم السفينة سفينة الأعداد، أنشئت عام 1998. الحمولة القصوى للسفينة. أوه، هذا العدد كبير جدا. عمر، ما بك؟ انظر، انظر لهذا العدد، لا أستطيع قراءته. 435. لا لا، 4003. وأنت أيضا لا تستطيع قراءته. هذا العدد مكون من 6 أرقام. إنه كبير. عمر، زينة، سيد سيف، أظنكما تحتاجان إلى مساعدة. لا نستطيع قراءة هذا العدد. إنه كبير.
سنتعلم كيف نقرأ الأعداد المكونة من 5 و6 منازل. فمثلا لقراءة العدد 31,798 سنستعين بلوحة المنازل بكتابة كل رقم في منزلته المناسبة. كل عدد من هذه الأعداد يتكون من قسمين، الأول قسم الواحدات ويتكون من 3 منازل وهي آحاد وعشرات ومئات، والثاني قسم الألوف ويتكون من 3 منازل أيضا وهي آحاد الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف. فالرقم 8 في منزلة الآحاد، والرقم 9 في منزلة العشرات، والرقم 7 في منزلة المئات، والرقم 1 في منزلة آحاد الألوف، والرقم 3 في منزلة عشرات الألوف. إذن نبدأ قراءة العدد بقسم الألوف ثم الواحدات. 31,798. رددوا معي. 31,798. أظنكم الآن تستطيعان قراءة العدد الموجود على اللوحة بكل سهولة. نعم، الأرقام 3 الأولى في قسم الواحدات والتي تليها في قسم الألوف. إذن الحمولة القصوى للسفينة 435,000 طن. أحسنتما. فعلا إنها سفينة ضخمة. ما رأيكما برحلة؟ فكرة مذهلة. هيا هيا بنا. أين نحن؟ نحن في وسط البحر، انظر يا عمر. يا له من منظر رائع. أعتقد أننا في سفينة. هذا صحيح، أنتم الآن في سفينة الأعداد. سفينة الأعداد؟ نعم يا أحبائي، هذه السفينة كل شيء فيها يفتح بواسطة عدد سري. البحر جميل، لكني لا أراه بشكل واضح. يمكن أن تراه بشكل واضح من سطح السفينة. هيا بنا بسرعة، فأنا متشوق جدا لرؤية البحر من أعلى. وأنا أيضا. على الرحب والسعة، لكن كي تصل إلى السطح لابد من المرور ب3 طوابق، وكل طابق له باب لا يفتح إلا بحل الأحجية الموجودة عليه. هيا بنا. ستواجهون الباب الأول، وهو يفتح برمز صوتي خاص به. يوجد على الباب زر باللون الأحمر. حتى تفتح البوابة يجب أن يضيء الزر باللون الأخضر، وهذا الزر له رقم سري خاص به يجب قراءته حتى يضيء اللون الأخضر. لكن هذا العدد غير مكتمل. لابد أن هذه الصور تعبر عن الأرقام الناقصة. هذا صحيح، يجب أن تبحث عن هذه الصور في المكان. هيا بنا نبدأ لنكون هذا العدد. هيا. انظر يا عمر، لقد وجدت قوقعة المحار. وأنا وجدت الدلفين. جيد، قوما بتركيب هذه الكائنات في مكانها. بقي لدينا نجم البحر والسمكة. الأمر أصبح أكثر تشويقاً. انظري إلى هذه اللوحة، مرسوم عليها كائنات بحرية. لقد وجدت نجم البحر. وأنا وجدت السمكة. نعم، لقد تعادلنا. أحسنتم، بقي أن تقرأ العدد حتى يضيء الضوء الأخضر. وأنتم يا أصدقائي، هل تستطيعون أن تقرأوا العدد ليضيء اللون الأخضر؟ 395,617. عمل رائع، الباب مقفل وعليكم إيجاد المفتاح لفتحه.
والصعود إلى الطابق الثالث. ولكن أين سنجد هذا المفتاح؟ تعالوا معي، هنا في ماكنة القهوة. كيف سنحصل على هذا المفتاح؟ لابد أن تختار الزر الذي يحتوي قيمة الرقم المعلق في المفتاح حتى تحصل عليه. قيمة الرقم؟ سأساعدكما في إيجاد قيمة رقم في عدد ما. القيمة العددية لرقم داخل عدد تعتمد على المنزلة التي يكون موجوداً فيها. فمثلاً قيمة الرقم 4 في العدد 246,587. الرقم 4 في منزلة عشرات الألوف، قيمته العددية 40,000. والقيمة العددية للرقم 4 في العدد 432,576، قيمته العددية 400,000. ما قيمة الرقم 9 في هذا العدد؟ أحسنتم، قيمته هي 90,000. والآن ساعدوا عمر وزينة في اختيار قيمة الرقم المعلق به المفتاح. سنختار الزر الأخيرة 900,000. وأنا معك باختيارك. الزر الأخير يعبر عن قيمة الرقم 9 المعلق فيه المفتاح. هيا بنا لنكمل ما بدأنا به. لم يتبقى الكثير، هيا. بقي عليكما المرحلة الأخيرة حتى تصلا إلى أعلى منطقة في السفينة. لابد أن ننجح في ذلك. أكيد يا عمر. هل من إرشادات لهذه المرحلة يا سيد سيف؟ يوجد في هذه المرحلة باب عليه قفلين، وعليكما أن تجدا مفاتيح هذه الأقفال من خلال البحث في المكان. إذن سنبحث عن المفاتيح المفقودة. سأدلكما على مكان وجود المفتاح الأول، إنه في هذه الخزنة. كيف سنحصل عليه؟ عليكما أن تدخلا العدد المطلوب بشكل صحيح. 150,027. لكتابة العدد نكتب من اليسار إلى اليمين، ونبدأ أولاً بقسم الألوف ثم الواحدات. فمثلاً العدد 420,513 يكتب في قسم الألوف 420، ثم نترك مسافة صغيرة ونكتب 513 في قسم الواحدات. 420,513. هيا يا أصدقائي، ساعدوا عمر وزينة في كتابة العدد 150,027. أحسنتم. سآخذ المفتاح وأفتح القفل الأول. لا زال لدينا قفل. هيا نبحث عن المفتاح الثاني. هيا بنا. لقد وجدته. أين هو؟ إنه في هذه الخزانة، انظري. أحسنت يا عمر. لاحظ يا عمر، هذه الخزانة مكتوب عليها كلمات، أيضا يوجد عليها أرقام. 6,000,000. أسمع كثيرا عن المليون، لكن لا أعرف قراءته أو كتابته. هذا عدد كبير مكون من 7 أرقام. سأعرفكم على المليون، لكن سأسألكم أولاً هذا السؤال. 600,000، 700,000، 800,000. من يكمل؟ أنا سأكمل. 900,000، 1,000,000. أحسنتِ.
العدد ألف ألف هو المليون. لاحظوا إنه مكون من سبعة أرقام. العدد مليون له سبع منازل. هذا سهل، أنا سأكتبه. ستة في منزلة أحد الملايين، وهي المنزلة السابعة، وقبلها ستة أصفار. أحسنتما، الآن تستطيعان فتح القفل الثاني. لقد نجحنا يا زينة، لقد نجحنا، ها ها ها. أوه، إنه منظر مذهل. الجو رائع، واليوم لدينا مناسبة رائعة. عيد ميلادي، وأنا لم أنسى ذلك، وأحضرت لك هدية، ولكن سنقوم بلعبة صغيرة حتى تحصلي عليها. ما هي؟ أجيبي عن هذين السؤالين. السؤال الأول، اقرأي هذا العدد. 17,009,340. أحسنتِ، لقد اجتزتِ المرحلة الأولى. والآن السؤال الثاني، ما قيمة الرقم 7؟ سأقرأه لك. ما قيمة الرقم 7 في العدد 3,474,532؟ الرقم 7 في منزلة عشرات الألوف، إذن قيمته 70,000. أحسنتِ، تستحقين هديتك. بل أستحق الكنز. Thank you.